الكانيه الخيرزان. في ناس بتقول عليه خيرزان وفي ناس بتقول عليه الكانيه. الكانيه ده هو عبارة عن زي ما انتوا شايفين كده، عبارة عن شرائح بيتغزل وبيتعمل بالشكل ده. ده في منه بيجي شرائح ومنه بيجي عبارة عن نست شبكة وبيقطعها وبيتثبت عن طريق النجارة. في منه ثلاث أنواع، في منه الصيني وفي منه السنغافوري وفي منه الفرنساوي. الصيني للأسف هو بيبقى ضعيف جدا وبيفتل وبيعمل تشعير وغير قوي. أما اللي هو السنغافوري المعالج في فرنسا ده بيكون قوي جدا وبيستحمل بقوة شديدة، وفي نفس الوقت إذا جاله مية يقوى أكتر، وإذا كانت اللي فيه دفء أو سخونية بيقوى أكتر. وده بيعيش طبعا فترات طويلة جدا ما بيجرالوش حاجة خالص. وعايزين تعرفوا أكتر زورونا على الأطروش.com.